الناس ما بتعرف هذا الإنسان اللي جاينها. اسمه العامري ولا من الفجيرة ولا من العين مدينة ولا من قرية ولا من العائلة الفلانية. أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي، أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي. ونحن كلنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد، لأن كلنا كلكم راعن، كلكم راعن على سمعة هالبلاد. لا نكابر يا عيالي على بلادنا وسمعة بلادنا أبداً، وايد مهم.